التطورات في الأسواق العالمية. ينضم إلينا في الاستوديو وائل حماد، المدير التجاري والدولي في XS.com. وائل، أهلا بك معنا وشكرا على وجودك. لنبدأ ببايدن، يعني وهذا الاجتماع المرتقب خلال الأسبوع حول سقف الدين، إلى أي مدى ممكن أن نشهد بالفعل تطورات، أم ممكن يبقى الملف بأخذ جذب ما بين بايدن والكونغرس لرفع سقف الدين اللي تخطى 31 تريليون دولار؟ هل في أمل للتوصل أم فعلا إحنا أمام أزمة حقيقية قد يدخل فيها الاقتصاد الأمريكي؟ بالفعل يعني ملف معقد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وجانت يلين ما أخفت يعني من المقابلة كانت في نهاية الأسبوع، بالفعل ما أخفت يعني بعض التعبيرات اللي كانت عم توحي أنه بالفعل أزمة حقيقية رح تمر فيها الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما تخلفت عن السداد، ورح تكون سابقة في بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه. اليوم بعتقد انه يعني بعض المؤشرات عم تشير انه ربما يكون هناك في توصل لاتفاق، وربما توجه جو بايدن يمكن الى اليابان في نهايه الاسبوع لحضور G7 يمكن عم يعطي شويه انطباع انه ربما يكون هناك قد تم التوصل الى اتفاق ضمني بين يعني رئيس النواب وبايدن، وبانتظار الى اعلان الاتفاق، لانه حقيقه اليوم هناك يعني حتى هذا السجال السياسي في الولايات المتحده الامريكيه يعني لازم ما يكون او يرقى لمرحله انه يعني التضحيه بموضوع التخلف عن سداد الديون في الولايات المتحده الامريكيه، وهي راح تكون سابقه مثل ما ذكرت. فبالتالي ما في حل يعني غير انه التوصل للاتفاق، وطبعا ننتظر البيانات وننتظر يعني الاخبار اللي بدها تاتي من هناك. راح يكون في حديث ملفت يعني خلال هذا الاسبوع ما بين جيروم باول وايضا بن برنانكي رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق. يعني وائل، اليوم قد ايه راح تكون ازمه سقف الدين ايضا محط انظار هذا الحديث الى جانب السياسه النقديه، وهل راح تؤدي يعني راح تؤدي ربما الى تحديد سياسه اكثر صرامه بسبب هذه الازمه؟ يعني اليوم بالفعل يعني هذا الملف يضاف الى ملفات عديده أخرى عم تؤدي للضبابية اللي نحن عم نشوفها، أيضا يعني موضوع السياسة النقدية اللي يعني حتى الآن لم يتم حسمها بالنسبة لجيروم باول إلى أين تتجه، يعني السوق عم يسعر شيء والفدرالي يقول ما لديه، أنه هو رح يكون عم يتبع البيانات ورح يكون في ممكن رفع آخر لأسعار الفائدة، لأن السوق بس ما عم يصدق هذا الموضوع. فاليوم هذا الملف أيضا وضعه بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، شفنا التقلبات كانت بالأسبوعين الماضيين يعني والتراجعات اللي بدأت من أسبوعين من أسبوعين تقريبا. صحيح. واليوم نحن يعني ربما عودة الأسواق إلى التوازن، ولكن في عنا أسبوعين من التراجعات على المؤشرات الأمريكية، كانت السبب الرئيسي باعتقادي أنه الملف الحالي اللي عم يضع الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة في يعني تحدي ربما غير مسبوق. وطالما كنا عم نتحدث عن الدولار وأيضا يعني وضع الاقتصاد الأمريكي، وأيضا بالنسبة للسياسة أو السجال هذا السياسي بين الجمهوريين والديمقراطيين، ربما هي نتيجة من نتائج اللي عم تشير أو عم تعطينا هذا الانقسام الموجود بظل أو أروقة السياسة الأمريكية. الصين عم تلعب دور أساسي كمان ببياناتها، يعني بعض بالتأكيد. البيانات السلبية اللي شفناها يمكن في قطاع التصنيع، احنا منتظرين بيانات التجزئة، يمكن عم بتشير إلى نوع من التسارع المتوقع يمكن اللي ستصدر أيضا يوم الثلاثاء، وإلى حتى الأصول الثابتة ممكن يكون فيها تحسن. حتعطي إشارات إيجابية برأيك يعني ايضا للمستثمرين البيانات اذا ما ظهرت حسب التوقعات؟ لا بالتاكيد الاقتصاد الصيني تحت الضوء، يعني من لما بدانا بالحديث عن فتح الاقتصاد الصيني بعد السياسه اللي كان عم يتبعها لزيرو كوفيد، كان تحت الضوء في كل لحظه، وحتى بالنسبه للناتج المحلي الاجمالي وتوقعاته دائما عم نتابع بيانات الصين. فاي يعني نحن الصين دائما ننظر لها كقاطره للنمو الاقتصاد العالمي ومصنع العالم، فبالتالي اي تحسن او اي اشاره الى نمو الاقتصاد الصيني ووضعه على المسار الصحيح بالتاكيد راح يكون في له اثار ايجابيه على اولا اسيا، يعني الاقتصاديات الاسيويه المرتبطه بارتباط وثيق ما عدا اليابان تقريبا، ارتباط وثيق بما يحدث في الصين، ونهايه بكل انحاء العالم. فبالتالي بالتاكيد هي البيانات وغيرها
راح تكون لها أثر إيجابي. ونحن شفنا أسعار النفط خير دليل على دائما عم نتحدث بكل تراجع عن أسعار النفط أنه الصين لم تعد حتى اللحظة إلى الطلب المتوقع. الطلب المتوقع لأنه في بعض الأمور اللي بتعلق بالاقتصاد الهيكلي صحيح. وما زالت تعمل على رفع الإمكانيات الاقتصادية لحتى تستوعب أكثر. الجانب الآخر أوروبا يعني ومنطقة اليورو اللي عم ننتظر بيانات أيضا الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة إلى جانب البيانات المترقبة التضخم. من التضخم يعني صح. أيضا وائل قديه ممكن نشوف السياسة اللي اتخذت من البنك المركزي الأوروبي قادرة على استيعاب مستويات التضخم الآن بشكل عام. بشكل عام على ما يبدو أن أوروبا وحتى بريطانيا يعني الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اليوم عم نشوفها هناك في إيجابية حقيقة بالأسواق الأوروبية والبريطانية يعني إذا ما قارناها بالأسواق الأمريكية وتحدثنا عن العوامل اللي دائما بتضع الاقتصاد أو الأسهم الأوروبية إنه كأسهم قيمة وشفنا يعني هناك في ارتفاعات ملحوظة على الأسهم والمؤشرات الأوروبية بشكل عام حتى أندرو بيلي امبارح كان عم يصرح إنه يعني وكانت يعني غير متوقع كان عم يتحدث بإيجابية عن الاقتصاد البريطاني طبعا نحن ما عم نتحدث عن الأوروبي الآن ولكن بشكل عام عم نشوف الإيجابية عم تحوط الاقتصاد وربما رح نضل عم نتابع بيانات أخرى مثل التضخم مثل الناتج الصناعي حتى أيضا أسعار كل الأمور اللي بتمد أو بتعطينا انطباع عن التضخم على أنه هو على المسار الصحيح بالتراجع رح تعطي إيجابية أكثر ورح نشوف يعني وقع على الاقتصاد ولكن بشكل عام اقتصاد يعني ألمانيا وتقرير صح وظائف العمل صح اللي حنشوف قد ايه رح يوفر بالتأكيد الاقتصاد يعني الألماني هو يعني هو الثقل الأكبر مع الاقتصاد الفرنسي والإيطالي طبعا ولكن الألماني دائما هو المؤشر اللي نحن بيقودنا لحتى نعرف صحة أو عدم صحة الاقتصاد الأوروبي. نعم نشكرك وائل حمادي المدير التجاري الدولي في XS.com شكرا على وجودك معنا اليوم.